السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في وصفة أخرى من وصفاتي. اليوم درت معكم مقروط، كاين اللي يقولوا له المقيرط، يعني مقروط هذاك الصغير اللي يتباع برا. جا روعة صدقوني، خير متاع برا لأنه جا الطري، ما جاش يابس وما يتفتتش في الزيت، جا هايل. طريقة سهلة ومقادير يعني بسيطة، فقط بالزيت والسكر بدون سمن بدون اي اضافة تحصلت على هذا المقروط الرائع. نتمنى انه تتابعوا هذا الفيديو حتى الاخير باش تتعرفوا على كامل الخطوات اللي تبعتهم لتحضير هذا المقروط، وباش ينجح معكم وما يتفتتش في الزيت وتتحصلوا على هذه النتيجة النهائية كما راكم تلاحظوا. شوفوا كيفاش جاء معسل حتى للقلب. فوالا حبيباتي، فرجة ممتعة إن شاء الله. إذا حبيباتي بسم الله على بركة الله، راح نبدأ الوصفة تاعنا لنهار اليوم. هنا واش نسحقو؟ راح نسحقو 3 كيلات من هاد السميد، يكون خشن ولا نصف خشن، من الأحسن خشن، وإلا ما عندكمش ديرو نصف خشن. حمصتو حمصتو مليح هكذا وندير منه 3 كيلات. إذا درت الكيلة الأولى، راح نزيد الكيلة الثانية، وهذه كيلة الثالثة. راح نضيف عليه كيلة كاوكاو محمص ومرحي شوية خشين هكذا، ونزيد عليه ججلان محمص منرحوش. من الأفضل تضيفوا كيلة كاملة، أنا هذا واش كان عندي درت هذه الكمية، انتوما ديروا كيلة معمرة ججلان لأنه بالقطعة ججلان يجي هايل. نضيف عليه قرصة ملح، ما تنسوش الملح بطبيعة الحال، ونضيف القرفة. هنا تقدروا تضيفوا مبشور الليمون، لكن القرفة راح يجي المذاق تاعو أحسن، وكذلك ينحي لنا المذاق الريحة تاع البيض. ونضيف عليه كيلة ناقص أصبع سكر عادي. نخلط كامل هذه المكونات الجافة، وراح نبدل الغيسيبيون لانه هذا صغير ما يساعدنيش باش نلم العجين تاعي. فوالا، راح نضيف عليه كيلة زيت، وراح ندخل كامل هذا الزيت، يعني نبسس ونحك السميد تاعي في هذا الزيت بهذه الطريقة حتى نلاحظوا انه يعني بسست كامل الدقيق تاعي. راح نضيف نص باكي خميرة الحلويات. راح نكمل نخلط كامل هاد المقادير، ونبدأ نجمع بالبيض. هنا أنا حضرت 5 حبات بيض، لأنه هاد المقروط يتحضر يتجمع بالبيض ماشي بالماء والمزهر. وراح نبدأ نجمع غير بشوية هكذا باش ما يديليش بزاف البيض، لانه كما تعرفوا راح يتشرب. راح تشوفوا معايا كيفاش نجمع غير بالعقل. راح نقص كميه، نخلي نص الكميه، ونبدا نجمع بالبيض. هنا راني فقست 2 حبات بيض، راح نحطهم ونحاول نجمع بهاد 2 حبات تاع البيض. فوالا، هنا راني نشوف انه الخليط شويه جاري، راح نضيف له من هذا الخليط. سي بور سا قلت لكم نحو شويه على جهه هكذا باش يعني تتمكنوا من ما يغلبكمش الخليط تاعكم، وديروا حسابكم للبيض. هنا راح نخليه شويه باش كي نجمعو يجيني ساهل. ملاحظه برك بالنسبه للكاوكاو، من الافضل ديرو كاوكاو بقشورو، انا ما لقيتش كاوكاو بقشورو ودرت هاد كاوكاو عادي، يعني بالقشور اللي يجي هايل.
دونك هنا حكمت بابي فيلم هكذا بهذه الطريقه، ونبدا نشكل في المخرط تاعي بهذه الطريقه. بهذه الطريقة ونشكل حربوش يكون رقيق، يعني المخرط تاعي نحاول نديرو صغير. هنا الحجم يعني كيما حبيتو، ولكن من الأفضل يكون صغير. فوالا، بهذه الطريقة أنا نقص الحربوش تاعي باش نتحكم فيه. دوك نبدا نقطع هكذا صغار. ونزينوه يعني من الفوق كيما حبينا، حبيتو تخلوه هكذا حبيتو تزينوه. انا نحاول ندير له هكذا خطوط. دوك هنا حطيت النار تسخن. هنا عندي عصيله يعني مشريه بدون اي اضافات، يعني مباشره بعد ما نحيه من الزيت، مباشرة بعد ما نحيه من الزيت مباشرة ندخل العصيلة هكذا يتشرب معايا، يعني وهو سخون نحطه في عصيلة باردة بدون أي إضافات. نخليه الزيت تسخن مليح مليح باش نبدأ نحط في الحبات تاعي. لازم نخلوها تسخن مليح هكذا باش ما تفتتش معنا الحبات تاعنا. هكذا في الطياب ما ياخدوش وقت بزاف، لأنه كلش طايب كلش محمص، السميد محمص والكاوكاو والجلجلان يعني كلش محمص. نقص النار كي تسخن الزيت، نخلي النار متوسطة ونبدأ نرمي في الحبات تاعي. بعد ما ياخذوا اللون الذهبي، تلاحظوا انه الحبات يعني بداو يتنفخوا معنا. بعد ما ياخذوا اللون الذهبي نحوهم ونحلوهم ونحطوهم داخل العصيله. بهذه الطريقه نحوهم داخل مباشره داخل العصيله. ها هي النتيجة النهائية حبيباتي. شوفوا يعني الصورة، يعني ما شاء الله جا مقروط هايل ومشرب، يعني معسل حتى للقلب. شوفوا معايا، صدقوني اللي تجرب هذا المقروط ما رايحش تستغنى عليه. طريقة سهلة، مقادير بسيطة، نتحصلوا على هذا المقروط الرائع لسهرات تاع رمضان. راح نفتح وحدة قدامكم باش تتأكدوا بعينيكم يعني مدى مصداقية هذا المقروط وشحال جا معسل وطري. برا شوفوا يعني الطراوة تاعو معسل ويتفتت، ما جاش يابس. يعني هاد الطريقة مضمونة، اللي تجربها راح ينجح معها هاد المقروط على ضمانتي. فقط تتبع يعني كامل الخطوات والمقادير اللي تبعتهم انايا. اذا لمزيد من وصفاتي حبيباتي، ما تنساوش ضغطوا على زر الجرس وفعلوا ضغطوا على زر الاشتراك عفوا وفعلوا زر الجرس. هكذا يلحقكم كل جديد من وصفاتي. والى اللقاء، الى وصفة اخرى بحول الله.